السلام عليكم. هنكمل إن شاء الله في جزء التيبس أند تريكس، وهنتكلم عن كذا نقطة. أول حاجة فولت أيزوليشن موديول، ده عبارة عن موديول كل مهمته إن لو حصل شورت سيركت في أي حتة في اللوب يفصل الجزء اللي عليه شورت سيركت بس. يعني ممكن مثلا الديتكتور يبوظ فيعمل شورت على نفسه، ممكن حد يدق مسمار فيعمل شورت على الكابل. بالتالي انا عندي مشكلة، فبحط الفولت ايزوليشن موديول دوت بعد كل 15 ادرس، بعد كل 15 element في اللوب اللي عندي بحط الجهاز دوت، وكل مهمته ان الحتة اللي يحصل فيها شورت سيركت يفصلها لوحدها وباقي اللوب تفضل شغال عادي، ويبعت الارم عند البانل ان في جزء في اللوب حصل عليه شورت سيركت. بالتالي الاوبريتور يطلع يتعامل معاها ويشوف المشكلة فين ويصلحها. تاني نقطة هنتكلم عنها النهاردة حاجة من شركة ايثر. شركة ايثر عملت ديتكتور بيدي ألارم للوحة وبيطلع ساوند وبيدي فلاش وكمان ممكن يطلع فويس مسج. بالتالي هو بيعمل كل حاجة، بيعمل الفور فاير سيفتي تاسكس في جهاز واحد في وان ديفايس. يبقى دوت وان ديفايس بيعمل الأربع تاسكات بتوع الفاير، بيعمل ديتكشن يعني يبعت ألارم للوحة، بيطلع فيجوال ألارم يعني بيطلع فلاش، بيطلع أوديو ألارم يعني بيطلع ساوند بيطلع صوت، وكمان ممكن يطلع فويس مسج اللي هي السبيتش ألارم، يطلع رسالة إخلاء. طبعا الديتكتور دوت وفر كتير، لكن أكيد سعره هيبقى غالي أوي بالنسبة للديتكتور التانية. تالت نقطة هنتكلم عنها هي الوايرلس سيستم. كل اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده هو عبارة عن وايرد سيستم، يعني سيستم متوصل بكابلات، لكن عندنا فيه الوايرلس سيستم بس دوت بستخدمه في ابلكيشن معينة، يعني المكان اللي مينفعش امشي فيه كابلات خالص. طب زي ايه؟ زي الاماكن التاريخية، زي الاماكن الاثرية، مينفعش امشي كابلات على الحيطة او على السقف عشان بتبوظ القيمة التاريخية أو القيمة الأثرية بتاعة المكان، فبالتالي بستخدم الوايرلس سيستم. والكلام دوت مستخدم في أوروبا عشان عندها آثار كتير، لكن في أمريكا مش معترفين بالوايرلس سيستم عشان ما عندهمش آثار. النظام ده طبعا وفر كابلات ووفر العمالة بتاعة تمديد الكابلات، بالتالي التكلفة بتاعته في بداية المشروع بتبقى قليلة، لكن النظام ده شغال على بطاريات عشان هو وايرلس، فشغال على بطاريات بتتغير كل سنة. يعني أنا كل سنة بغير البطاريات بتاعة السيستم دوت، بالتالي كل سنة بدفع تمن السيستم دوت تاني أو جزء من السيستم، عكس النظام الواير تكلفته في البداية بتكون كبيرة لكن بعد كده مبدفعش أي فلوس غير فلوس الصيانة بس. فالسيستم دوت ليه مميزاته وليه عيوبه زيه زي أي سيستم. ممكن نبص على فيديو كده بسرعة عشان نعرف السيستم دوت شغال ازاي وبستخدمه فين. Introducing SWING, the first radio fire detection system that combines mesh technology for safe wireless transmission with Siemens unique AZA technology for high detection reliability. The mesh technology takes wireless network and communication reliability to the max. Because all wireless devices communicate with their neighbors, two redundant paths are always available to transmit information to the gateway. SWING can easily be integrated into an existing fire protection system from Siemens. A transmission distance of 30 meters is possible between two wireless devices. An installation with one gateway can have a diameter of 180 meters, spanning up to five floors. SWING is ideal for applications where cabling is not suitable due to structural or aesthetic reasons. The SWING detector with the unique AZA technology provides highest detection reliability for any application. The detector has a redundant sensor system
with two optical and two heat sensors. AZA technology evaluates the signals in real time and dynamically adapts the selected parameter set. Thus, the detector is immune to deceptive phenomena such as dust or steam. Let's sum up the benefits Swing holds for you. You get maximum availability, safety, and flexibility. Or in short, Swing, being safe, feeling free. زي ما احنا شفنا الفيديو كده بيشرح الوايرلس سيستم. في نقطة مهمة جدا عاوزين نتكلم عليها، لازم كل الكومبوننت بتاع السيستم تكون من نفس الشركة، نفس البراند. يعني مينفعش اجيب حاجة من جنت وحاجة من ايثر وحاجة من كده واشغلهم مع بعض واقول السيستم مش شغال ليه. طبعا مش هيشتغل، لان كل شركة ليها الار اند دي بتاعتها، فلازم السيستم كله يكون من نفس الشركة عشان يبقى فيه ماتشنج ما بين كل الكومبوننت والسيستم يشتغل. لكن الحاجات اللي هي كونفنشنال زي ال HSSD مثلا عادي بجيبها من اي شركة، لان كده كده بتركب على كنترول مديول، والكنترول مديول دوت بيكون من نفس الشركة اللي جايب منها بقية السيستم. لكن الحاجات اللي هي ادريسابل لازم تكون من نفس الشركة. كده نكون خلصنا التيبس اند تريكس. نيجي بقى نتكلم على السبيس بروجرام بتاع الفاير الارم سيستم. الفاير الارم زيه زي اي نظام، زيه زي انظمة الكهرباء، محتاج سبيس بروجرام. السبيس بروجرام دوت عبارة عن ايه؟ بحتاج روم بمساحة معينة عشان احط فيها الكومبوننت بتاعت الفاير الارم سيستم. زي ايه؟ بحتاج مساحة على الحيطة 80 سنتي للفاير الارم كنترول بانل، بحتاج كمان مساحة 80 سنتي في 80 لمكتب يكون للأوبريتور بتاع الفاير الارم سيستم اللي بيراقب السيستم دوت كله، واكيد المكتب هحطه قدامه كرسي هياخد برضه 80 سنتي. وعشان الراجل اللي قاعد على الكرسي دوت يقدر يطلع ويخش بالكرسي، فهسيب ورا الكرسي مسافة 80 سنتي كمان. يبقى انا كده محتاج 80 زائد 80 زائد 80، يعني 2.40 متر عرض، والطول 80 زائد 80 متر و60، يعني انا كده محتاج مساحة 160 سنتي في 2.40 متر للفاير الارم سيستم بس. ممكن يكون الحاجات ديت موجودة في روم لوحدها، وممكن تكون جزء من روم عندي، يعني ممكن احط الكومبوننت ديت لوحدها في اوضة، وممكن احطها في نفس الاوضة اللي فيها الكومبوننت بتاعة البابليك ادرس سيستم والسي سي تي في وباقي الانظمة، مفيش اي مشكلة. بس لازم اوفر المساحة دي اللي هي 1.60 متر في 2.40 متر. وده بكل بساطة السبيس بروجرام بتاع الفاير الارم سيستم. وبعد ما اتكلمنا على السبيس بروجرام بتاع الفاير الارم سيستم، كده مش ناقص غير اخر نقطة معانا، وهي السامبل بروجكت. هنشوف بروجكت على الفاير الارم سيستم عشان نعرف السيستم ده بيتوزع ازاي، وعشان نطبق كل الكلام اللي احنا شرحناه نظري. هنبص على مشروع المستشفى عشان نشوف كل الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه نظري هنشوفه متطبق ازاي على مشروع. ده مشروع المستشفى بيتكون من بيزمنت وجراوند واول وتاني وتالت ورابع وخامس والروف، وكل دور متوزع بالطريقة اللي احنا اتكلمنا عليها. المكان اللي محتاج هيت بحط له هيت ديتكتور زي الجراج، المكان اللي محتاج سموك زي العيادات بحط له سموك، المكان اللي محتاج كومبايند زي غرف الكهرباء بحط له كومبايند، وبوزع المانوال ستيشن والنوتيفيكيشن عند اماكن الهروب او عند مخارج الهروب. وزي ما قلنا الفاير الارم كنترول بانل بحطها على حيطه اهو بالمنظر دوت،
وعشان انا حطيتها في البيزمنت فلازم احط الريبيتر بانل عند مدخل المشروع او عند مدخل المستشفى عند المين انترنس، وهنا حطيتها عند انفو ديسك عشان هنا في حد قاعد باستمرار طول الوقت، بالتالي مفيش حد هيلعب في البانل اللي هنا، فلما يحصل حريق رجال المطافي هيخشوا من الباب هنا هيبصوا على الريبيتر بانل يعرفوا الحريق موجود فين ويطلعوا يتعاملوا معاه، وكل الأدوار متوزعة بالمنظر دوت بالمسافات اللي احنا اتكلمنا عليها. وعندنا جنب كل دور عندنا ليجند موجود فيها عدد الديتكتور المستخدم في الدور دوت عشان في الآخر نجمع عدد الكومبوننت المستخدمة في المشروع كله. عندنا هنا في الجراوند في غرف إشاعة حطينا HSSD في الإكس راي وفي السونار وفي الماموجراف وهكذا في كل غرف الأشعة. لو جينا بصينا على السنجل لاين دايجرام هنلاقي اهو في البيزمنت عندي لوحة الفاير الارم كنترول بانل ومتوصلة بانترفيس موديول على لوحة الترانسفورمر المين ديستريبيوشن بانل عشان وقت الحريق اعمل شوت داون للنورمال باور، ومتوصلة بانترفيس موديول على الاوتو دايلر عشان ابعت رسالة للمطافي بالمكان بتاع المشروع فييجوا يتعاملوا مع الحريق. وهنا بطلع باللوب أغطي الدور اللي عندي، وزي ما اتكلمنا بنحط الايزوليشن او الفولت ايزوليشن موديول بعد كل 15 element في اللوب اللي عندي. وهنا ال HSSD عشان هو حاجة conventional حطيته على control module، وهكذا في المشروع كله. إن شاء الله هرفع لكم المشروع دوت بالسنجل لاين دايجرام بتاعه نبص فيه مع بعض، ولو في أي سؤال ممكن تسأل على القناة أو على الجروب أو على البيج بتاعتنا وإن شاء الله هنرد في أقرب وقت. وبكده نكون اتكلمنا على ال definition وال component والكونكشن والديستريبيوشن والانترفيسز والتيبس اند تريكس والسبيس بروجرام والسامبل بروجكت عشان نكون غطينا الفاير الارم سيستم من كل الجوانب. اتمنى ان احنا نكون قدمنا السيستم دوت بشكل مميز وشكل يفيد الجميع، ولو حد عنده اي سؤال يقدر يسألنا في اي وقت. ان شاء الله السيستم اللي جاي اللي هنتكلم عنه هو البابليك ادرس سيستم. هنستنى رأيكم عن الفاير الارم سيستم عشان نصلح الأخطاء بتاعتنا سواء في طريقة العرض أو طريقة الشرح عشان نصلحها في البابليك ادريس سيستم ونقدمه بشكل أحسن وأحسن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.